شوف هذه قشبية كيف تحرقت على الولد، كان هنا كان يموت. وهادو ما شوف كيفاش ولاو، كانوا مشبحين في لافيجاتك، شوف كيفاش ولاو دايرين. الاستعمال المفرط للغاز والكهرباء لمقاومة البرد القارس حول كل ما هو موجود داخل منزل سليم المتواجد على مستوى مدينة بوفريك بالبليدة إلى هيكل رمادي. كثيراً ما ينتهي الاستعمال المفرط للغاز والكهرباء بالمنازل لحوادث منزلية لا يحمد عقباها. تلاقت دفطنت وسط الدار شعلة، كما حبيت نخرج ما قدرتش، كانت سخانة فور الدخان، ومبادرت كوفيرت على روحي وخرجت. ما على باليش لا غاز ولا تريسيتي ولا، وكان كانوا هنايا كانت تصرا كارثة، بس كان ما قدرتش نخرج، سما كانوا هنا سير ما قدرتش نخرجهم. حرائق بين الحين والآخر بسبب الضغط الكبير على الأجهزة الكهربائية جعلت هذه العائلة تعيش ظروفاً صعبة، هي اليوم تتنقل بين بيت وآخر بعد تحول منزلها لكومة رماد. راني كل خطره وين خطره عند لوسي، خطره كيما البارح طلعت لدارنا، دوكا كي جيتو جيت من دارنا قبالة، شتي لا بروف بلي لحقنا كيف كيف. صافي كل خطره وين رانا، وخطره هو وقاعد عند خوه، هاوليك خوه هو وحده وحنايا وحدنا ودراري والدار هايليك حاجه ما قعدت فيها ازيغو. حمبابه قولي لي دوكا انت في هديه واش كي حتعاودي، منين كي حتبدايها؟ مع كل فصل شتاء تتصدر الحوادث المنزليه عناوين الصحف والاخبار، تتعدد الأسباب لكن النتيجة واحدة.